عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طاقه عامه مفتوحه لبرج السرطان لشهر مارس، توقعات الشهر القادم لحياتك باذن الله. يا ريت اعصابك تكون هاديه، يا ريت تكون عندك يقين بالله انه هيغير حياتك الفتره اللي جايه، وممكن كمان يبشرك بالحاجه اللي انت منتظرها عاجل بفضل ربنا. ان شاء الله باذن الله دي توقعاتك الفتره اللي جايه لحياتك. هنشوف مع بعض ايه الاخبار وايه التبشرات وايه كل اللي هيظهر معانا، هنتكلم فيه مع بعض. بس اهم حاجه حط النيه بتاعتك، وان شاء الله باذن الله القراءه دي هتكون اي غير اي قراءات تانيه، وهتكون مبشره ليك بالخير مع امور مستجده او مع امور هتفرحك قوي بفضل ربنا. يلا اعصابك تكون هاديه واستعد للقراءه بتاعتنا يا برج السرطان لشهر مارس. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. رغم ان عندكم فوضى في حياتكم، بس اصحاب حق ما بتحبوش الذل ولا بتحبوا الاهانه، دايما اصحاب خطوات بريئه. حياتكم العاطفيه حرفيا تعبانين فيها. ليه تعبانين في حياتكم العاطفيه؟ عشان انتوا بتدلقوا زياده عن اللزوم. ما تزعلوش مني، بتضيقوا على نفسكم زياده عن اللزوم. اللي بيقف مع الشريك، واللي بيسلف الشريك، واللي بيطبطب على الشريك، وبتعملوا حاجات ما ينفعش تعملوها، فالشريك بيستغلكم، فانتوا عندكم استغلال من الناحيه العاطفيه، وده اللي ظهر لكم. عندكم كمان تقدم في مواضيع معين حاليا ما تفكروا فيه. دايما بيتكلموا عليكم، بيقولوا لكم ان انتم مغرورين، متكبرين، شايفين نفسكم على ايه، رغم ان انتم مش كده خالص، بالعكس انتم عكس كده، انتم متواضعين جدا، بس ثقتكم بنفسكم بتبين، بتحسس اللي قدامكم ان انتم مغرورين ومتكبرين. اللي بيعرفكم على حقيقتكم هو اللي بيقرب منكم. عندكم اشخاص مش لطيفه في حياتكم، اشخاص بتتجيب في سيرتكم، فان شاء الله باذن الله هيكون في انفراجه حلوه. ابعدوا عن اي طاقات سلبيه، اي طاقات سلبيه. يعني انتوا عندكم عيون بتراقبكم، تزعلوش. عندكم ناس غيرانه من نجاحكم او غيرانه من اللي انتوا هتثبتوه الفتره دي. طموحاتكم عاليه، عندكم طموح عاليه الفتره دي، عمال طموحاتكم كده عاليه، يعني طموحات طموحات طموحات، عمالين تفكروا، عمالين تسعوا، عمالين تيجوا على نفسكم. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي هتكون فتره ليكم انتوا ايجابيه. في حد عندك عمال يكذب، حد كده بوشين، حد بيجيب في سيرتكم رايح جاي على الفاضي وعلى المليان، او حد بمعنى اصح بتاكلوا معاه عيش وملح وبيطلع بره يجيب سيرتكم. انتوا فاقدين الثقه في ناس كتيره جدا حواليكم، والفتره دي عندكم علاقات مع ابراج ناريه، لا اما رابط اخويه، رابط صداقه، رابط حب، رابط علاقه شغل، الله اعلم. بس في كلام يخص الابراج الناريه، والفتره دي عايزين تسددوا الديون، عايزين تطلعوا من البيت اللي انتوا تعبانين فيه. يعني انتوا عايزين تعملوا حاجات كتيره جدا، دماغكم شغاله 24 ساعه تفكير، مش قادرين تناموا. ليه؟ بسبب ان في حاجات عايز توصل لها. لو طلعتوا من العصبيه والخنقه والضيقه اللي بتجيلكم من غير سبب، الامور عندكم هتتحسن، والفتره اللي جايه هيكون في فتره ايجابيه. انتوا دماغكم عاليه الفتره دي جدا، في كلام كتير جدا. روحانياتكم دايما عاليه، والحاجه اللي بتحسوا بيها بتحصل من غير اي تردد، بتحصل من غير اي كلام زياده عن اللزوم. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيكون في عندك نهايه التعب اللي انت بتمر بيه، او نهايه الخنقه اللي دماغك بيها شغاله، او اللي مهووس بيها بمعنى اصح. في كلام كتير عندك هنا بيتقال، حاسس ان دماغك هتنفجر من كتر الضغوط. وفي ناس يعني في خلاص انت قررت ان انت ما تتعاملش مع الناس اللي بتتكلم عليك دي، وربنا باذن الله هياخد لك ذنبك او هياخد لك حقك في الوقت المناسب، بس انت امشي زي ما انت ماشي صح، وما تسمعش كلام اي حد ابدا في حياتك. مشكلتك ان انتوا بتحبوا الكلام كتير، ما تزعلوش، بتحبوا الكلام كتير. يعني لو فرحتوا بتحبوا تفرحوا اللي قدامكم، لو جالكم فلوس بتحبوا تدوا اللي معاكم، لو اي حاجه حصلت لكم حلوه بتبينوا قوي بدلقه على الاشخاص اللي حواليكم، وده اكبر غلط. ده الغلط بنفسه اللي انتوا بتعملوه الفتره دي، عشان انتوا كلام كتير. في هنا يعني الحاجة اللي انت بتفكر فيها زيادة عن اللزوم بتفضل تفكر 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 ما بتتمش. ليه ما بتتمش؟ عشان انت نجمك خفيف، وطول ما نجمك خفيف ما ينفعش اللي انت بتعمله في نفسك ده.
في هنا كمان ان شاء الله باذن الله طاقه فرج، في رساله جايه لك، في حاجه معينه جايه لك هتفرحك برضو. انتوا جبتوا اخركم في حاجات كتيره جدا الفتره دي، حاسين ان انتوا استكفيتوا، حاسين ان انتوا مش عايزين تكملوا، مش عايزين تعملوا، مش عايزين تتعاملوا في حاجات كتيره جدا مش عايزين تعملوها الفتره دي. فان شاء الله باذن الله هتاخدوا قرار حاسم ليكم. في كمان هنا ابراج ترابيه، ابراج الترابيه دي هتاخدوا قرار عليها او هتعملوا حاجه جديده، وممكن كمان تحصل مواجهة عندكم. المواجهة دي هتكون برضو خير ليكم انتوا عشان واخدين القرارات الحاسمة عندك. في هنا بسم الله ما شاء الله عليكم طاقات فرق او طاقات عامة هتتوزع برضو عليكم. ممكن يكون انتوا عندكم احلام او كوابيس بطريقة رهيبة. عندك هنا شخص في علاقة تانية وانتوا مش قادرين تاخدوا القرار ولا قادرين تعملوا اي حاجة، بس انتوا عندكم حد في طرف تاني او عندكم علاقة طرف في طرف تالت بيتدخل عندك، حاطط حرق نقط وماشي في طريق لوحدك وحاطط النقط على الطريق ده وقلت انا مش هتعامل مع الناس دي تاني. عندك تواصل مع اشخاص على التواصل الاجتماعي، في متابعة، في انجذاب، في علاقة ممكن يكون للعزاب، الله، في امور حلوة. في كمان هنا تحقيق امنية، التحقيق الامنية دي انت شغال عليها وعمال تفكر ومش عايز تمسك حد عليك غلطة او مش عايز تمسك حد عليك حاجة، فما بقاش يعني ما بقتش مستحمل حاجة، اي حاجة في حياتك، قررت ان انت ما تتعاملش مع الناس دي، قررت ان انت يعني لو انت مش مرتاح في البيت ده خلاص انت هتمشي، لو مرتاح، لو مش مرتاح في حاجه معينه قررت ان انت تنفصل عن اي حاجه ممكن تاذيك، بدات تحب نفسك اكتر، بدات تشوف انا هكون مرتاح في ايه وخلاص هعمله، مش هعمل اي حاجه تاذيني تاني. وبدات تقول طز في اي حد يأذيني، طز في اي حد يسبب لي مشاكل، يتكلم عليا، ما بقاش يفرق معاك اي حاجه، اتغيرت 180 درجه وده اللي المطلوب. وهيرجعوا ليكم ندمانين لما يلاقوكم اتغيرتوا وبقيتوا اقوى من ما هم سابوكم او بعدوا عنكم. الف رحمه ونور على الحد اللي توفى عندكم وكسر ظهركم، الحد اللي توفى عندكم وزعلتوا قوي ومن سبب الوفاء ده زعلتوا قوي. وكمان لما بيحصل حاجه وحشه في حياتكم كل الامور السلبيه بتتفتح، بيتفتح الماضي، بيتفتح الظلم، بيتفتح قسوه القلب، الخذلان، الطاقات السلبيه. ممكن تكونوا كمان انتوا عايشين في غربة او عندكم حد مسجون، لو انتوا عايشين في غربة بتحاولوا بقدر المستطاع تشتغلوا على نفسكم وتعملوا اثبات وجود، ولو انتوا في خنقة وفي ضيقة او عندكم انتوا حد مخنوق، حد متضايق، حد كده يعني مش عارف يعمل اي حاجة في حياته، ممكن يكون في مسجون او مظلوم في حياته دايما، في نجاح في دراسة او اكتمال خطوبة، اكتمال خطوبة عندكم الفترة اللي جاية. في كمان هنا يعني انطباع حلو، طاقة حلوة، حاجة برضو هتحصل لكم حلوة بإذن الله وهتاخدوا القرار الصح في الوقت المناسب. واعين في مشكلة صحية، واعين في حاجة تخص الصحة عندكم، عايزين تزوروا الطبيب بأي طريقة الفترة دي، وبتستغفروا ربنا قوي علشان خاطر حاسين بالظلم اللي خارق عليكم. فان شاء الله كمان الفترة اللي جاية دي هتكون في طاقة تانية خالص غير الفترة دي. في كمان هنا يعني كسرة قلب، كسرة القلب دي جاية لكم من اشخاص بتحبوها قوي او من اشخاص بينكم حب، بينكم حاجات. الافضل ليك ان انت تهدي اعصابك وترتاح في نومك، ترتاح في بيتك، ترتاح، تخلي نفسيتك كده ترتاح. اذا كنت هتطلع من طاقة او من مشكلة او من وقعة او اي حاجة سلبية، يا ريت اعصابك تكون هادية وما تسمعش كلام اي حد ابدا، انتوا قلبكم ابيض، نيتكم صافية، بتتعاملوا بما يرضي الله، بس ده مش تامر في حد، نكرين الجميل. انت مشكلتك ان انت واقع مع ناس نكرة جميلك، واقع مع ناس مش حابة الخير ليكم. مرات اخ،
مرات اب، مرات عم، اخت حقوده، سلف حقوده، بيجيبوا في سيرتكم، بيطلعوا بره بيتكم بيجيبوا سيرتكم، وما بيجيبوا سيرتكم بالخير، لا ده بيجيبوا سيرتكم في الشر. فقررت ان انت تقطع علاقتك بيهم، قررت ان انت تنفصل من غير اي تردد او من غير اي حاجه. خلاص انت بتهتم بمظهرك اوي الفتره دي، بتهتم بحاجه معينه الفتره دي، ممكن كمان يكون عندك طاقه حلوه، اخبار حلوه، في رجوع هنا لحد. بس في واحده لو دخلت بيتكم يا ريت تكونوا حريصين منها، هي صديقه لكم ومقربه برضو لقلبكم، بتحبوها قوي، فلو دخلت بيتكم تكونوا حريصين عشان انتوا مش عايزين مشاكل. لما انتوا مش عايزين مشاكل يبقى ما توقعوش، ما تدخلوش حد بيوتكم. الفتره اللي جايه هتقعد مع نفسك او هتقعدوا مع نفسكم وهتحاولوا تحلوا المشاكل اللي انتوا عمالين تمروا بيها دي. انتوا محتاجين ترتاحوا ومحتاجين تفكروا بشكل لطيف عشان تعرفوا تاخدوا حقكم، ده لو انتوا عايزين تاخدوا حقكم، وتحصنوا نفسكم وتسيطروا على اعصابكم في كل الامور، تسيطروا كده، بتخلوش بالكم مشغول بحاجات كتيرة جدا. في ممكن يكون حد ناوي يكلمكم الفترة دي، بيفكر بكل الطرق ان هو يكلمكم او يفتح معاكم مواضيع، يفتح معاكم حاجه معينه، الله اعلم. بس في امور هتستجد عندكم، في طاقات عامه بتتوزع عليكم شدي. انتوا ده انتوا مشكلتكم ان انتوا طمعانين فيكم دايما، في ناس طمعانه فيكم، ناس كده عايزه تاخد منكم كتير، عايزه تاخد وما تديش. الناس دي في حياتك ومقربين، عايزين كده، عايزين يخربوا بيتك بأي طريقة، عايزين ياخدوا ينهبوا منك كل اللي معاك وما بيدوش، يعني دايما عينهم للي مش اللي مش في ايدهم، يعني عينهم على الحاجة اللي مش في ايدهم. انتوا اشتريتوا حاجة جديدة او ناويين تشتروا حاجة جديدة في حياتك، وعشان كده يعني انت بس مشكلتك برضو الفترة دي ان فلوسكم متبخرة، الفلوس عندكم حاسين انه في عين حاجة عينها عليها. في شوية كمان هنا حاجة قائمة انتوا ماشيين عليها، قائمة بشكل كبير، القائمة دي من خلال القائمة دي هتعرفوا انتوا محتاجين ايه في حياتكم وعايزين ايه في حياتكم، هتعرفوا ايه اللي ناقصكم وهتكملوه. انتوا بتحبوا الخير لكل الناس، بس انتوا جوه قلبكم كسرة قلب، جوه قلبكم صدمة كبيرة، جوه قلبكم كسرة يعني كده امور مضايقاكم قوي. انتوا الفترة دي اهو، الفترة دي بتسيطروا على اللي حواليكم بقدر المستطاع، بتسيطروا، بتتكلموا، بتدوا، بتعملوا حاجات كتيرة جدا. فان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هتحصل لك حاجة هتفرحك قوي، بس لو خاطر يعني حاولت، يعني مش هقول لك انت افضل دور ان الشريك بيخونك ولا الشريك في طرف ثالث في حياته، بس انت اعملوا اللي عليكم وزياده، يعني بلاش النكد على طول وبلاش الطاقات السلبيه، وزنوا الامور علشان تكسبوا محبه الاخرين. في حد هنا انتوا عمركم ما هتسامحوه، يعني في حد عايز يطلب منكم السماح بس خايف، وخايف قوي، خايف ان هو عذبكم او انتوا عذبتوه، في عذاب عندكم متبادل بينكم وبين حد، ومن بعد العذاب ده انتوا قررتوا ان انتوا تكونوا اشخاص مختلفة او اشخاص غير ما الناس فاكرة. بلاش الهم وبلاش كسرة القلب، وبلاش ان انتوا تحطوا ايدكم على خدكم والطاقات السلبية اللي عمالة تمر عليكم دي، لا مفيش حاجة تستاهل. الفترة اللي جاية هتثبت الوجود وهتعمل حاجات، بس انت كل اللي تعبك الفترة دي التقيد اللي عندك. في امور هنا بترتبها معاك بطريقة صحيحة، امور بعد ما هترتب الامور دي وهتجيب القائمة اللي قلتلك عليها، ممكن يكون عندك طاقة انجاب، طاقة حم، امور هتتخلص في المحاكم، نجاحات هتتحول ليك بشكل مفاجئ، ممكن يكون نجاح في الدراسة كمان، واقدر اقول ان فرحتك هتكمل على خير الفترة اللي جاية دي، اذا كانت خطوبة او اذا كانت دراسة او اذا كانت حاجة معينة فهتكمل على خير، بس بلاش القلق. في حد مش عاجبكم امره،
انتوا عندكم اخ او عندكم اخت او عندكم حد، مش هقول لكم ان هو متعدد العلاقات، ولا هقول لكم ان هو عنده امور، بس هو عنده مشاكل مع نفسه، الحد ده ماشي في طريق، وطبعا انتوا عمالين تتكلموا معاه، عمالين تقولوا له الطريق ده غلط، الطريق ده ما ينفعش، بس ما فيش حد مش سامع بمعنى اصح كلامكم، او مش عامل لكم اي اعتبار، وانتوا قررتوا ان انتوا ما تتكلموش معاه تاني، قررتوا ان انتوا خلاص تلتزموا بنفسكم وتشوفوا ايه اللي مش متوفر عندكم وتوفروا. الفترة دي بتفكر في الماديات، انت محتاج تطلع من الامور دي. الفترة دي في مطالبات بتزيد او مسؤولياتك بتزيد، في كمان حاجات بتظهر في حياتك غريبة ناحية العيلة، طبعا ممكن يكون دفعت مصاريف زيادة عن اللزوم او عليك التزامات بتصرف فيها. بس دايما اقول ان انتوا في طاقة خوف عندكم، في طاقة يعني انتوا خايفين، انتوا مشيتوا من المكان اللي انتوا فيه وسبتوا ناس كتيرة جدا تعبتكم، وناس كتيرة جدا ما بتحب لكمش الخير، ومشيتوا، سبتوا المكان ومشيتوا، قلتوا خلاص انا مش هيجمعني بينكم تاني اي حاجة. في هنا كمان بإذن الله بفضل ربنا الحاجة اللي انت بتعاني منها، اذا كانت مشكلة او اذا كانت حاجة، هتتيسر قدامك، وفي شخص انت بتعامله بمعاملة سيئة هيفاجئك وهيقرب منك، بس انت برضو هتحاول تسحب نفسك منه عشان انت مش عايز مشاكل ومش عايز تدخل في علاقات ولا عايز اي حاجة من حد. في هنا كمان امور انت هتستفاد منها، وحسد الشديد اللي واخد جزء كبير، فانت يا ريت تخلي بالك من اي حد ممكن يطلب منك حاجة، حد ممكن يوقع بينك وما بين حد، حد ممكن يأذيك. تمسك بارادتك وتمسك بنفسك وتمسك بالحاجة اللي انت محتاجها في حياتك عشان عندك طاقات حلوة. في هنا كمان بإذن الله خروجة أو من بعد البلوك اللي هيتفك هتفرح وهتكون مبسوط قوي، وهتطلع برضو من طاقة هم أو طاقة حيرة. الضغوط دي الفترة دي هتخليك ترجع شخص مختلف. المتجوزين احذروا من الانفصال، المتجوزين احذروا من أي طاقة سلبية، احذروا من أي مشكلة عندكم عاملالكم طاقة، عاملالكم غدر، ما تحذروا يعني، بلاش الكلام الكتير وبلاش الحركات الكتير، وبلاش ان انتوا تتكلموا عن اي حاجة تخص قلبكم او تخص حياتكم انتوا بالكامل. هنا كمان في اقرب ناس ليكم ممكن تكون الام او الاخت او الاب او الاخ او الزوج او الابن، اقرب ما ليكم هم اللي مخليينكم دموعكم على خدكم على طول، وموقعينكم في شدة بينكم وما بين ناس كتير، رغم ان انتوا اطيب منكم ما فيش، بس قلبكم مكسور، قلبكم مطعون، تعبتوا من كلام كتير جدا عمالين تسمعوا، تعبتوا من حاجات كتيرة جدا في حياتكم ومش عارفين تفسروها ولا عارفين تعملوا لها اي حاجة. فكمان الفترة اللي جاية هتحارب من اجل سعادتكم، انتوا حاسين انه في سحر معمول لكم بوقف الحال او بالتفريق من ناس حواليكم، في ناس حاطه عينها عليكم. ليه؟ هي مش هي ممكن ما تكونش عايزه تخرب حياتكم، بس هي بتحبش ما بيحبوش يشوفوا حد مبسوط، ما بيحبوش يشوفوا حد مرتاح. فانت في فترة انتظار، فطول ما انت في فترة انتظار في حاجة حلوة هتحصل لك، بس ما تديش زيادة عن اللزوم. انت بتجازفوا الفترة دي بطريقة رهيبة، وناويين تقفوا على الارض الصلبة بأي شكل، حاسين ان دماغكم هتنفجر من التفكير، ولا عارفين تناموا ولا تصحوا ولا تفرحوا ولا تزعلوا، مش عارفين تعملوا ايه. وده برضو الطاقات السلبية بتاعة اخر الشهر اللي بتتوزع ممكن تكون عليك. فيه واحدة ست من الجيران، واحدة ست دي اقدر اقول ان هي حلزونة بتاعت مشاكل، ما بتحبش الخير ليها، وعشان كده من بعد الست دي او من بعد الحد ده قررت ان انت تنفصل او تقطع علاقتك بيها. وعندك حاجات تخص الحكومة واقفة معقدة، او ورقة عاطلة بقالها فترة، رغم ان انت بتشتغل وبتعافر بس بقالها فترة عاطلة، ودي حاجة طبعا مزعلاك انت ومضايقاك. ودايما اقول لك ان طيبة قلبك هي اللي مودياك في الف داهية.
محسود، محسود من اتنين موجودين، يعني اتنين موجودين عندك محسود منهم بطاقات كبيرة جدا. في حد هيقف جنبك، في حد هيقف معاك وهيساعدك في الطريق اللي انت ماشي فيه لوحدك، وهتطلع من الهم اللي انت شايله على كتفك. في خبر يخص شخص مقرب ليك، يعني شخص مقرب ليك عندك هيقف معاك وهيقول لك فعلا انت عندك حق في كل حاجة. روحانياتكم عالية، طاقتكم مفتوحة، خدوا القرار الصح في الوقت المناسب وما تسمعوش لأي حد أبدا. رغم ان انتوا بتفكروا في حاجات كتيرة جدا، ورغم ان انتوا بتحاولوا تاخدوا قرار كبير في كام يوم من الايام اللي جاية، في قرار هتحاولوا تاخدوه، بس انصحكم دايما ان انتوا ما تاخدوش اي قرار غير ما تفكروا في الموضوع بالراحة، وتفكروه من المميزات ومن العيوب، تفكروا في الموضوع من كل النواحي، وتختاروا فرصتكم في الطريق اللي هيناسبكم، وترموا اي مشكلة سلبية في حياتكم، وارموا الماضي ورا ظهركم. ولو عندكم شد بينك وما بين الشريك، او عندنا حاجة بينك وما بين الشريك، ابعد. عندكم ثلاث افاعي، ثلاث افاعي دول انتوا ما بتقولوش غير حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ثلاث افاعي، ثلاث بومات، ثلاث اشخاص مقيدين يأذوك، ثلاث اشخاص عندك في حياتك قررت ان انت تنفصل عنهم، او قررت ان انت ما تتكلمش معاهم ولا تتعامل معاهم. وعشان كده انت قلت انا كرهت نفسي وكرهت طيبة قلبي اللي موقعاني في ناس زيكم، وعشان كده بقول لك اهو انت خدت القرار تبعد وتنفصل. انتوا حاسين ان الحاجة اللي بتحصل معاكم مش طبيعية، حاسين ان الحاجة اللي بتحصل معاكم في حاجة غلط، بتحاولوا تشغلوا نفسكم بقدر المستطاع، بتحاولوا تشغلوا نفسكم ان انتوا تعملوا حاجات مختلفة، حاجات جديدة، تعملوا عايزين تطلعوا رحلة، عايزين تطلعوا تخرجوا، عايزين تفكروا في حاجة تانية الله اعلم، بس في طاقات عامة عندك بتتوزع على حياتكم. في كمان هنا يعني حد عندك ممكن يكون عنده طاقة حمل برضو، او انتوا عندكم بنوتة حلوة بتحبوها قوي، بتحبوا كده تشوفوها تطبطبوا عليها تجيبوا لها حاجة حلوة، عندكم بنوتة زي القمر ان شاء الله بإذن الله ربنا هيحميها، بس يا ريت تخلوا بالكم منها. ما تخلوا يعني بلاش الناس كتير جدا تشوفها، عشان البنت دي نجمها خفيف ودايما مصابة للعين، يعني دايما العين محطوطة عليها، فيا ريت تخلوا بالكم. في حاجة كمان عندك حصلت بينكم وما بين حد، والحاجة اللي حصلت دي اكتشفتوا الشخص ده على حقيقته من بعدها، اكتشفتوا ان الشخص ده فعلا ما يصلحش ليكم او ينفع يكون في حياتكم، فقررتوا ان انتوا خلاص. ولو انتوا مفيش استقرار عندكم، انتوا مفيش استقرار عشان انتوا حاسين ان في حاجة مستخبية عليكم مش عارفين ايه هي، مش عارفين في ايه، وزي ما قلت انتوا انفصلتوا عن حد او عايزين تنفصلوا عن حد بسبب الخيانات، وبسبب ان ممكن يكون في خيانة، او ممكن يكون يعني متعدد العلاقات، او انتوا عندكم حد علاقاته نرجسية، علاقاته مفتوحة دايما، متعدد العلاقات، حد علاقتك بيه غامضة الله اعلم، فقررتوا خلاص ان انتوا ما عدتوش تستحملوا اللي انتوا فيه. انتوا كل اللي عليكم ان انتوا مستنيين رسالة الفترة دي بقدر المستطاع، يعني مستنيين رسالة تفرحكم، مستنيين دعوة تجيلكم من حد. بسم الله ما شاء الله عليكم، كمان الله اكبر عليكم، هيجيلكم حد من الابراج الترابية ندمان وعايز يرجع لكم وعايز يفتح معاكم مواضيع، وهتاخدوا فيه القرار من بعد المواضيع، يعني انتوا مش هتتكلموا معاه غير لما تخلص ورقتكم وتشوفوا في ايه، وخطوبتكم هتكمل، كتب كتابكم هيكمل، الحاجة اللي انتم مستنيينها برضو هتكمل على خير، عشان انتم هنا في امور حلوة. في كمان هي بسم الله ما شاء الله عليكم، اتفاق على مشروع او في عرض، في حد هيعرض عليكم مشروع، المشروع ده هيفرحكم، واقدر اقول ان هو هيكون سبب تخلصكم من الهموم، سبب تنجنكم، تنجيكم من العذاب اللي انتوا بتمروا بيه. بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني عشان بس تحصنوا نفسكم على طول وتبعدوا عن اي حاجة فيها حسد شديد. دايما خلوا اعصابكم هادية، دايما خلوا عندكم ثقة بالنفس زيادة عالية اكتر، عشان الحسد واخد جزء كبير جدا في حياتكم.
اتمنى لكم السعاده والهنا والرزق والتفاؤل. ولو بتعانوا من سحر ولا قرين ولا تبيع ولا وسواس، اول تعليق هتلاقوا لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاج. تحياتي ليكم.